عادي جدا عادي جدا، واحتمال تكون اساسا مش متخرج من جامعه، ممكن تكون متخرج من معهد، ممكن يكون معاك دبلوم وات ايفر، وفجاه حد يقول لك حضرتك من دلوقتي استاذ جامعه وهتقعد في برنامج على الهوا هتتكلم في مواضيع كانك استاذ جامعه وهتأدي من هذا المنطلق. طبعا انت هتحتاس حتى لو متعلم وخريج جامعه، اساسا صعب انك تبقى استاذ جامعه، ده سكه تانية خالص، سكه عشرة. ده بقى اللي حصل في برنامج احلى ضحكه في مصر اللي هنشوفه دلوقتي، والناس اللي على الاير بيس عماله يعني تملي الراجل ازاي بقى استاذ جامعه. مش هنسلم مش هندوس. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين مع هرمين من اهرامات مصر، الدكتور عبد ربه والدكتور ايمن. ايمن، احنا كنا عايزين نسالك، هل الحضاره الاوروبيه تضاهي في معمارها الحضاره المصريه؟ والله يعني لا يوجد شيء في الكون يضاهي الحضاره المصريه، وخصوصا في الهندسه المعماريه، واعتقد ان الدكتور عبد ربه يقدر يقول لنا ده اكتر. طب يا ريت يا دكتور عبد ربه اتكلمنا عن الحضاره المصريه مقارنة بالمعمار والهندسة الإغريقية. شور. أول حاجة أقول لكم سانكيو. وبونجور. وبونجور. طيب يعني هي تأثرت، حضرتك قلت بعض المعلومات حالا، هي تأثرت الحضارة الإغريقية بالمصرية إزاي؟ من أي زاوية؟ الإغريق تحديدا. الإغريق تأثروا بالحضارة المصرية؟ تأثروا في الحضارة المصرية. قلهوا برضو قدسوا الأكل. قدسوا الأكل طبعا. يعني إله الجبنة. مظبوط طبعا. مش بس الجبنة كمان. يعني في إحنا إله كمان تونة ونشوف. يعني في إله عندهم مثلا برنادس. إله الخيار المخلل. ده إله الخيار المخلل. معنا اتصال هاتفي. أستاذ عبد العزيز من شبرا. شور. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. أنا عبد العزيز. حضرتك ممكن توطي التلفزيون شوية؟ عبد العزيز هاي. تحت أمرك. هاي يا عبد العزيز هاي. معنا الدكتور عبد رب. أنا طالب في كلية الآداب وتلميذ دكتور أيمن. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا بحسد حضرتك يا دكتور انك قاعد مع الدكتور عبد رب. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. ثانكيو. انا كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور عبد رب عن حاجه محيراني ومش قادر افهمها في التاريخ الفرعوني. اتفضل. هو ازاي الملك زيتوريتس عمل ال امتكت النهوس؟ Yes, we can. قولها بحزم. Yes, we can. لو كده ماشي. صح؟ يا ريت تكون فهمت معانا. لا، دي المعلومة دي كانت ناقصاني بصراحة، ميرسي قوي. هتحضر عليها الدكتوراه دي. ده أنا هحضر عليها إن شاء الله حاجة مشطشطة أكتر. You're welcome. معانا مكالمة. ألو؟ الحاج عنتر من اسيوط. بعد المكالمه هشرح لحضرتك. ايوه، بعد المكالمه اشرح لحضرتك. ازاي حضرتك يا زرهان؟ اهلا بيك. دلوقتي حضرتك انا جبت حجر رشيد والحجر خلص مني، مش عارف اعمل ايه. قول له في ادابتور بيتباع. بيتباع. اسمع يا معانا عنتر. بيشحن بالحجر. ايوه استاذ عبد الرب. ادابتور بيتباع. ادابتور بيتباع. بيشحن الحجر. بيشحن الحجر. أسرة البرنامج بتشكر حضرتك جدا. نعم. وعايزة تقدم لك بردية عظيمة. سوري. اسمح لنا. سوري. تفضل. سوري. شكرا. ثانك يو. حضرتك ممكن نسمع مكتوب ايه في البردية؟ استاذنا العظيم مبروك، شربت مقلب احلى ضحكه في مصر.